صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجب على الرجل تكاليف علاج زوجته؟ مر بكم هذا أنه ما يجب، ليس هذا من النفقة، وهذا شيء طاري، ما هو شيء، هذا شيء طاري قد يحصل وقد لا يحصل، فلا يلزم الزوج، لكن من باب المعروف حسن العشرة أنه يعالجها. نعم.